في هذه الحلقة من سلسلة معالم من بلدي نتناول سيرة أحد معالم مدينة يافا التاريخية، وهو مسجد يافا الكبير. يعتبر من أكبر مساجد يافا على الإطلاق وأعظمها بناء وأيسرها موقعا، وثالث أكبر مساجد فلسطين بعد المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. هو نموذج حي على إبداع العمارة العثمانية المحلية والمتأثرة في بعض الأحيان بالعمارة العثمانية في اسطنبول. بني مسجد المحمودية عام 1735 على شاطئ مدينة يافا، وقد استغرق بناؤه 5 سنوات كجزء من سور مدينة يافا، والذي بناه السيد محمد البيب الإمام من عائلة يافية هي عائلة البابي، والتي انحدرت من شمال شرقي حلب. وقد شهد المسجد توسعات وتشييد على مراحل متعددة، أولاها على يد حفيده الشيخ حسن البيبي الذي أضاف على البناء وزاد على وقفيته، وثالث مراحل توسعة المسجد وأكبرها على الإطلاق كان عام 1812 في زمن والي يافا محمد آغا المعروف بأبي نبوت، حيث أضاف مساحات وأبنية وزخارف، وقد أوقف عليه أوقافا ضخمة من أراض ومعامل وآبار وحوانيت، حتى أضحى علما ونبراس مساجد فلسطين قاطبة. رابع هذه المراحل في زمن حاكم يافا العثماني حسن بيك الجابي الدمشقي عام 1916، حيث أضاف للمسجد الرواق الشرقية وفتح بابا شرقيا يطل على برج الساعة في ساحة الشهداء. لهذا المسجد 5 أسماء، فهو جامع أبي نبوت وجامع المحمودية وجامع الجديد وجامع البلد وجامع يافا الكبير. تبلغ مساحة المسجد حوالي 4 دلمات يتسع لنحو 2500 مصل. تشمل مرافق المسجد سبيلين، هو سبيل أبي نبوت وسبيل آخر عرف بسبيل الجامع. وقد شمل المسجد مدرسة لتعليم الفقه الإسلامي تضم 7 غرف ب7 قباب، ويضم مكتبة تحوي أكثر من 1000 من الكتب والمخطوطات الإسلامية التي اندثرت. للمسجد 5 صحون تمثل قاعة مسقوفة للصلاة بمساحة تصل إلى أكثر من 1.5 دونم، وصحن مسقوف آخر للصلاة على الجنائز، وميضأتان وأروقة ومساحات وأعمدة رخامية تعود إلى أزمنة متعددة. للمسجد 4 محاريب و4 أبواب وعشرات الأعمدة التي أحضرت من خرائب قيصرية الرومانية والبيزنطية. تحكي لنا بعض المصادر التاريخية أن لمسجد يافا الكبير 100 الوثائق والمخطوطات التي تتضمن أملاك وأوقاف المسجد ومراسلات الوالي، وقد حولت دون علم أحد إلى العاصمة الأردنية عمان. حظي المسجد على مكانة لا تضاهيها مكانا، خاصة وأن الحديث يدور عن مسجد وسط مدينة مركزية وحيوية، فهو مسجد ومدرسة ومكان لانطلاق الندوات والمسيرات السياسية المناهضة للاستبداد والظلم الذي وقع على المدينة منذ انطلاق ثورات يافا الميمونة. أغلق المسجد كغيره من المساجد في مدينة يافا منذ عام 1948 أمام المسلمين، وأضحى مكانا مهجورا بعد أن اعتبر هو الآخر ملكا للغائب بموجب قانون أملاك الغائبين. وفي عام 1982 قام أبناء المدينة بصيانة وإعادة افتتاح المسجد مجددا أمام المؤمنين، وكان لأهل مدينة غزة والقرى المجاورة المساهمة الكبيرة في إعادة افتتاح هذا الإرث التاريخي لمدينة يافا. وقد حافظ المسجد على رسالته ومكانته بين أهل المدينة وعموم المسلمين، وقد ظل المسجد الكبير كبيرا وما زال صرحا شامخا حتى يومنا هذا، يزهو بعمارته العثمانية وتاريخ وهوية هذه المدينة.